تعالوا مع بعض نستعرض مواعيد منافسات أبطال مصر يوم الخميس بإذن الله. الكرة الطائرة الشاطئية سيدات، مصر أمام أسبانيا في دور المجموعات في الساعة 12 ظهرا. في لعبة السلاح سلاح الشيش سيدات، منتخبنا الوطني هيواجه إيطاليا في الدور ربع النهائي 12:50 دقيقة ظهرا. القوس والسهم فردي رجال، يوسف طلبة هيواجه الألماني فلوريان إنرو في الدور 64 في تمام الواحدة وست دقايق ظهرا بإذن الله. الشراع رجال، عندنا علي بدوي في التصفيات في تمام الساعة 3:30 عصرا. الشراع بقى سيدات، عندنا خلود منسي في التصفيات أيضا وتوقيتها هيكون 5:43 دقيقة مساء. تنس الطاولة فردي رجال، عمر عصر بإذن الله هيواجه السويدي ترولز مورنجراد في الدور ربع النهائي في الساعة 10 مساء.